السفرة لا تكتمل وما يكونش لها طعم إلا بطبق سلطة جميل جدا اللي هو سلطة الفتوش. معايا الخضار كله متقطع على الشاشة، نستأذن فريق العمل مقادير سلطة الفتوش على الشاشة أهي في قلب الكسرولة دي كلها. أنا هعمل الصلصة بتاعتها والدريسنج بتاعها بسرعة وأنا سريعة كده زي الفل. أهو مقاديرها على الشاشة مع بعض سريعا. أهو الفتوش حلو قوي، فص توم ني ما يكونش مستوي ويكون طازة، مش توم باودر، توم فريش وطازة من خير أرضنا. أهو بنحط عليه عصير ليمون وزيت زيتون، الاتنين مع بعض أساسي، فتوش عصير ليمون وزيت زيتون ودبس الرمان. أهو حلو قوي، ونقلب دول مع بعض. فين دبس الرمان يا عم الشيف؟ موجود معانا. أهو تعالى يا طيب، وشوية الملح. هي دي الصلصة بتاعت الفتوش، تعمليها بنفس الطريقة وتدعيلي. الخل اختياري، عندك حموضة في مشاكل مع الحموضة بلاشها، بلاها الخل خالص. اه ونقلب الصلصة دي كده سريعا بالشكل ده كده، وناخد الفتوش بتاعتنا نغرفها في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. اه حاضر، يلا بس اغرف الفتوش كده ونشوفها مع السادة المشاهدين. الله اكبر، اهو زي الفل. عشان كده وقتنا خلص وفرصه في نهايه الحلقه، خلونا اهني كل الشعب، كل الشعب المصري والشعوب العربيه اللي بتتابعنا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بالعام الميلادي الجديد 2023. بنستقبله بكل حب وتفاؤل وبنتمنى للجميع الخير والسعاده والحب، ونشتغل عشان لما نشتغل السنة هتحبنا إن شاء الله وتدينا رزقها وتدينا إيه الوش الحلو بتاعها. بإيه يا عم الشيف؟ بالشغل. رؤية فن إبداع مع بداية سنة جديدة 2023. كل عام وحضراتكم بخير. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.